أهلا بكم. كيف تمكنت السعودية وإيران من التوصل لاتفاق استئناف العلاقات الثنائية بينهما؟ وهل ستتغير توجهات البلدين تجاه القضايا العالقة في المنطقة؟ وكيف ستتفاعل دول الإقليم والعالم مع هذا الاتفاق؟ للحديث عن هذا الموضوع أرحب بضيوفي من جدة الكاتب والباحث السياسي محمد السعد، ومن طهران الدبلوماسي السابق محمد حسين هاشمي. سيد محمد السعد، يعني 25 عاما مرت منذ أن تم التوقيع على اتفاق إعادة يعني العلاقات الدبلوماسية وإحياء التعاون عام 1998، هذه الاتفاقية التي كانت تبشر تلك الأيام بأنها بداية تعاون بين البلدين، ثم حصل ما حصل من جفاء وقطع العلاقات وصدام. لا نريد أن نعود للماضي ومآسيه، ولكن نريد أن نتطلع إلى المستقبل بعد الاتفاق الذي تم في بكين. هل التوصل إلى اتفاق بين طهران والرياض يحمل ضمانات لإنجاح هذا الاتفاق، أم سيكون مصير الاتفاقات السابقة والتقارب ما بين البلدين من أيام خاتمي، من أيام رفسنجاني إلى هذا اليوم؟ هل هناك تغير؟ هل هناك حاجة لهذا الاتفاق؟ حاجة للبلدين؟ تفضل. شكرا لك عبد العزيز ولضيفك الكريم. دعنا نبدأ من آخر سؤال طرحته. كل أسئلتك مهمة الحقيقة، ولكن دعنا نبحث يعني من آخر سؤال، هو هل هذا الاتفاق مهم للسعودية وإيران أم للمنطقة؟ أنا أعتقد أن هذا الاتفاق مهم للعالم أجمع، لأنه اليوم مع هذه التداعيات الكبيرة للحالة الأمنية إثر الحرب الأوكرانية الروسية، الحقيقة أصبح هناك حالة سيولة أمنية وحالة سيولة سياسية في العالم. اشتغال أمريكا بهذه الحرب وهي خطوة الأول في العالم، شغال روسيا أيضا بهذه الحرب، انقسام العالم إلى ضفتين، يعني ضفة مع الرؤية أو الرأي الأمريكي الغربي، ويعني ضفة أخرى مع الرأي الروسي. وأعتقد أن هذا الانقسام العميق الذي يعني حدث في العالم الحقيقة لفت الانتباه إلى أن هناك من الأهمية رد من كثير من المشاكل والخلافات، لأن هذه الخلافات قد لا سمح الله ينتج عنها صدامات أوسع، وقد ينتج عنها حروب إقليمية يعني تضاف إلى هذه الحالة الأمنية الصعبة في العالم. ولكن أعتقد أننا أمام حالة جديدة في العلاقات السعودية الإيرانية، عودا على يعني اتفاق روحاني نايف الذي وقع عام 1998 والذي استمر تقريبا لسنه ونصف. سيد محمد، يبدو الخط يقطع شوي، اعذرني. اذهب الى طهران والدبلوماسي السابق محمد حسين هاشمي. سيد محمد، يعني بعد هذا الاتفاق بين الرياض وطهران، بعد سنوات من القطيعه، يعني استئناف العلاقات بوساطه صينيه، ما طابع هذا الاتفاق؟ ما هي بنوده التي يمكن اطلاعنا عليها من طهران؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك الكريم وللمشاهدين الأعزاء. أهلا وسهلا. الواقع اتفاق بكين جاء على خلفية اجتماعات حصلت كما تعلمون في بغداد وفي مسقط، وكان المفروض أن يكون هناك تواصل على المستوى الدبلوماسي، ولكن الدخول الصيني على الخط والرئيس الصيني وأطروحته دعت إلى اجتماع لمستشارين الأمن القومي في كلا البلدين في بكين، وكان الاجتماع لمدة أقل من أسبوع، وانتهى إلى الإعلان عن الاتفاق الذي أعلن بين الطرفين، وبحضور وباحتضان وضمانة صينية لهذا الاتفاق. الواقع أن الترحيب الدولي الكبير الذي واجهه الاتفاق ومنذ الساعات الأولى للاتفاق، لا سيما على صعيد منطقتنا العربية والإسلامية، هذا أوحى أو يوحي أن هناك أرضية كبيرة وواسعة جدا للترحيب بهذا الاتفاق، لأن الاتفاق بين دولتين مسلمتين كبيرتين في المنطقة ومؤثرتين.
سيكون له تداعيات إيجابية على صعيد الترحيب هذا الذي جاء من كافة الدول وحتى من أصدقاء غير دوليين أو غير دول كبعض الجمعيات أو بعض الأحزاب في البلاد العربية والإسلامية. هذا أوحى أن هناك أرضية مناسبة لأن يكون هذا الاتفاق صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين، وفي نفس الوقت سيكون له تأثير إيجابي على صعيد المنطقة بإذن الله. نعم سيد محمد السعد، يعني هل سيقتصر هذا الاتفاق فقط على العلاقات الدبلوماسية؟ طبعا يقال أنه فقط سوف يمر يعني شهرين من النوع الذي سوف نرى ما يحدث في شهرين تجربة لإمكانية تفعيل هذا الاتفاق، أم أن هناك أسس قوية؟ هل الوساطة الصينية تحمل أسس قوية لهذا الاتفاق ورغبة طهران والرياض في أن يكون هناك تفعيل لهذا الاتفاق، أم أن الأمر فقط هو تلبية لطلب عزيز صيني؟ كل من طهران ومن الرياض لديهما مصالح خاصة بهذا الطلب وتلبية هذا الطلب بعيدا عن حقيقة التعاون والتآلف وتهدئة التوتر في المنطقة. تفضل أستاذ محمد. الحوارات بدأت من سنتين تقريبا. نعم. في بغداد ثم انتقلت إلى مسقط، وبالتالي الدخول الصيني على الخط كان في المربع الأخير أو في الربع الأخير من 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 خارطة الطريق التي اعتمدت لي خلال زيارة الرئيس الصيني للسعودية. صحيح. نعم. لبناء يعني إكمال الملف. الملف كان يحتاج الحقيقة إلى راعي كبير، واليوم الصين هي الراعي الكبير لهذا الاتفاق. نعم. وملمح دخول الصين على 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 سياسة في الشرق الأوسط ملمح جديد، يعني دائما. نعم. الصين كانت هي لاعب اقتصادي ولم تكن في يوم من الأيام لاعب سياسي. نعم. وهذا الحقيقة يحتاج إلى 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 دراسة أو إلى تحليل آخر، ولكن اليوم نحن أمام مكتسب جديد على الأرض، وأعتقد أن من المهم جدا ما حصل، يعني وضع 60 يوما لتنفيذ الاتفاق، لأنه هذا التمهل سيعطي الدولتين الحقيقة لمراجعة كثير من السياسات وكثير هذا من هذا أستاذ محمد حصلت. إذا سمحت لي هذا الذي دعا البعض للتشكيك في مستقبل هذا الاتفاق، بأنه ما دامك وضعت 60 يوم كتجربة أو كرؤية، ما معناه أنك فقط لبيت الرغبة الصينية على أن ترى مدى كل طرف يرى الثاني هل هو مستعد لتقديم تنازلات في المستقبل؟ هل هذا صحيح أم أن الأمر يتعلق فقط بالترتيبات؟ لا أعتقد يا عبد العزيز أن هذا الأمر صحيح. هناك كثير من الأمنيات وكثير من المتمنين الذين. نعم. تطفلوا على هذه العلاقة وكانوا يعني يريدون أن تبقى في حالة خلاف دائم، لأنهم يتاجرون فيها أو يتاجرون يتكسبون منها. ولكن أعتقد أن الدولتين اليوم على وعي تام أولا بحجمهما في المنطقة، يعني هم يعيشان على ضفتي العالم العربي وعلى يعني تخوم العالم العربي، وبالتالي هاتين القوتين الإقليميتين في حاجة إلى أن يتمهلوا في بناء علاقة حقيقية، يعني تسرع وتوقيع اتفاقية دون أن يكون هناك إغلاق لكثير من الملفات سيعيدنا للمربع الأول، ملف مربع الاتفاق الأول روحاني نايف، والذي الحقيقة لم ينجح كثيرا لأن لم يكن هناك التزام للأسف بذلك الاتفاق من الطرف الإيراني طبعا. ولكن نحن اليوم أمام مرحلة جديدة، هناك بناء للثقة، هناك حسن النوايا، هناك ضامن دولي، وبالتالي هذه الضمانة الدولية مع حسن النوايا مع نضج الحقيقة هذا هو الأمر الصعب، يعني فكرة الوصول إلى إنهاء هذا الخلاف الذي دام أكثر من 4 عقود هذا 25 سنة فقط. هذا هو سيد محمد الأمر الصعب. لكن أستاذ محمد حسين هاشمي في طهران، يعني بناء الثقة بعد كل هذا الصراع الطائفي، بعد كل هذه التغذية الإعلامية المتبادلة من الدفاع والهجوم والهجوم والدفاع، بعد كل من تكرار هذه الخطابات التي حرضت وزرعت الكثير من النفور بين الشعبين وبين حتى داخل المنطقة، هل يمكن بناء هذه الثقة؟ هل لدى خاصة لدى تلك الأجهزة التي تغذي هذا الصراع الطائفي والتي تدعم الميليشيات المتطرفة في المنطقة، هل لديها الآن الرغبة في بناء الثقة، الرغبة في السلام، الرغبة في التعاون سوية لإيقاف المتطرفين من كلا الطرفين؟ تفضل أستاذ.
يا سيدي، كلام جيد وواقعا كما تفضل الضيف الكريم وكما تفضلت. هناك من هو داخل على الخط بيننا وبين المملكة العربية السعودية ومن هو مؤثر، ولكن باعتقادي الآن الذي حصل أن هناك قناعة راسخة حصلت لدى الجانبين، لدى القيادتين في البلدين، قناعة راسخة بأن تواصلنا، بأن ائتلافنا، بأن تعاوننا، بأن الحوار بيننا وبين المملكة هو لصالح دولنا وشعوبنا بلدينا. هل لدى السيد خامنئي هذه القناعة؟ وهذا أمر في غاية أنا أعتقد أن القناعة هنا راسخة. تعرف أن إيران منذ زمن وهي تمد يدها، يعني انطلاقا من مبدأ الشداء على الكفار وحماء بينهم، المسؤولين في إيران دائما لا سيما على دولة الرئيس رئيسي، يعني هذا 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 أصل من أصول طيب الجوار سيد والتواصل محمد مع الجيرة ومع سيد محمد حسين، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية. سيد نعم. محمد حسين، يعني ما دامك تحدثت عن شداء على الكفار وحماء بينهم، البعض يتندر يقول كيف يعني الشيوعيون يتوسطون بين السنة والشيعة، كيف يا سيدي؟ أولا هذا ليس كيف قبلت وسط الشيوعي انطلاقا من يا سيدي هذا ليس باب الشيوعية والإسلام والديانة وما إلى غير ذلك. هناك دولة كما أشار ضيفك الكريم، دولة قوية وكبيرة ولها رصيدها ولها مستواها العالمي، دخلت على الخط وهي أيضا لمصالحها، مش أنه في سبيل الله تعمل هذا. على أي حال الصين تريد أن تلعب دور هنا في المنطقة ولها مصالح، وهذه المصالح مشروعة، هي ليست نعم. دولة محتلة ولا دولة متسلطة على المملكة ولا متسلطة على إيران، ولكن لنا علاقات طيبة مع هذه الدولة. المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الآن على علاقات طيبة جدا مع الصين، والصين لها ثقلها وهي تحتضن وهي ضامن لهذا الاتفاق. ولكن هذا ليس مهما أنه الصين لها حسابها الخاص، ولكن هناك المملكة العربية السعودية بثقلها العربي والإسلامي، والجمهورية الإسلامية بثقلها الإسلامي وبثقلها في المنطقة ودورها الفاعل. نعم الاثنان يستطيعان أن يتفقان وأن يتحاوران، ويمكن أن يستفيدان من كل الدول إن شاء الله. إن شاء الله خلي أستاذ محمد ابقوا معي فاصل قصير ونواصل حوارنا، ابقوا معنا. أهلا بكم مجددا، وقبل متابعة الحوار مع ضيوفنا دعونا نتوقف لنطلع على نتائج الاستطلاع الذي أجريناه على منصات سكاي نيوز عربية الرقمية حول موضوع حلقتنا اليوم، حيث سألنا متابعينا هل ستتغير توجهات الرياض وطهران تجاه القضايا العالقة في المنطقة بعد اتفاق استئناف العلاقات بينهما؟ 77% من المتابعين قالوا أنهم يعتقدون أنه من الممكن أن تتغير توجهات الرياض وطهران تجاه القضايا العالقة في المنطقة، بينما أبدى 23% من المتابعين عدم موافقتهم على هذه الفكرة. أرحب مجددا بضيوفي من جدة الكاتب والباحث السياسي محمد السعد، ومن طهران الدبلوماسي السابق محمد حسين هاشمي. سيد محمد السعد، يعني هل ترى أن هذا الاتفاق برعاية بكين بين الرياض وطهران سيعزز من أمن المنطقة، سيحل الكثير من المشاكل والملفات؟ الملفات كثيرة والملفات لها وقت طويل من الزمن ولها تعقيداتها ولها كلفها ولها أيضا يعني الكثير من التبعات وأيضا الكثير من التنازلات التي ستقدم لو تم مباشرتها. هل تعتقد أنه من الممكن أن طهران والرياض يصلان إلى حل لهذه الملفات عاجلا وقريبا؟ أعتقد أنه من الممكن متى ما توفرت الإرادة السياسية في طهران. السعودية منذ زمن طويل وهي الحقيقة تقدم يدها من أجل
يعني البحث عن حلول لما تعاني به المنطقة. السعودية لها خطوط حمراء لا يجب أن يتجاوزها أحد، وهي أولا ضمان الأمن العربي وعدم التدخل في شؤونه. ولكن أعتقد أن الإرادة السياسية الحالية التي وصلت إلى هذا الاتفاق إرادة قادرة على الوصول إلى نتائج أكبر وأوسع. ودعني أعود من استطلاع الرأي، يبدو أن المزاج الشعبي في الشارع العربي اليوم يعني يريد هذا الوصول، يريد الوصول إلى هذه المصالحة وهذه العلاقة الجيدة بين قطبين كبيرين في الشرق الأوسط. وهذا المزاج دليل على أن هذه الشعوب ملت الحقيقة من هذه النزاعات الموجودة في العراق وفي سوريا وفي لبنان وفي اليمن، والتي أدت إلى فشل هذه الدول وتحولت الحقيقة إلى عبء على منطقة الشرق الأوسط. منطقة الشرق الأوسط في حاجة إلى مزيد من التنمية. يبدو الصوت أيضا في مشكلة مع الأستاذ محمد. أرجع للسيد محمد حسين هاشمي في طهران. سيد محمد، يعني هل ترى أن ما يحدث أيضا سيعزز من نفوذ الصين في منطقة الخليج، وأيضا سيقدم لها الكثير من المصالح وكثير من النتائج والفوائد، وسيضر بالولايات المتحدة الأمريكية؟ وهل هذا هدف من أهداف طهران عبر هذا الاتفاق؟ على ذكر الصين يا أخي الكريم وسؤالك الظريف السابق أن الصين الشيوعية، يا سيدي 40 سنة والولايات المتحدة الأمريكية يعني على سبيل المثال المسيحية الليبرالية، نعم، هذه ما استطاعت أن تجمعنا، ما استطاع، بل بالعكس فرقت بيننا كثيرا وأوقعت بيننا وبين يعني في العالم الإسلامي وبيننا وبين المملكة العربية السعودية الشقيقة وبين الأشقاء وبين الأصدقاء وبين الجيران. هذا دور الولايات المتحدة الأمريكية لكن الولايات المتحدة رحبت بالاتفاق، عملت لا هذا دبلوماسي وهذا سياسي وما فيها غير انها تقول انها نرحب، ولكن دعنا عن موقفهم الاداره يعني البيت الابيض او الكيان الصهيوني، ولكن بدي اقول ان الصين ايضا لها مصالحها كما اشرت، والصين الان كدوله يعني لها مستقبلها القريب مش البعيد لكي تكون دوله عظمى، وهي عظمى كذلك الان، هذه هي حاضنه وهي راعيه وهي ضامنة أيضا ولها مصالحها. الآن موضوع الطاقة موضوع مهم جدا يهم الصين كثيرا، منطقتنا هي مولدة للطاقة، إضافة إلى أن هناك صراع صيني أمريكي الآن قائم على قدم وساق، ويمكن مشاهدته عبر مشاهد متعددة. هذا التقابل في منطقتنا له أهمية قصوى، أن الصين طيب الآن أمام الولايات المتحدة الأمريكية طيب سيد محمد في منطقتها في تقابل وفي مواجهة كبيرة. نعم سيد محمد، استمرار لنفس الحديث اللي تتحدث فيه وزيادة وقوة دور الصين في المنطقة بسبب هذا الاتفاق وحضورها السياسي الذي يعني أذهل الكثيرين، ما توقعوا أنه يكون لدى الصين هذه القدرة على جمع السعودية وإيران على طاولة واحدة والظهور ويعني وينجح هذا الاتفاق. هل الصين أيضا ستتدخل في حل الملفات، ملف اليمن، ملف سوريا، ملفات متعددة، ملف البرنامج النووي، ملف الوئام ما بين دول الخليج وإيران؟ هل يمكن للصين أن تتقدم أكثر من هذا الاتفاق وأن تكون وسيط أيضا داخل هذه الملفات في التفاصيل، والشيطان دائما داخل التفاصيل؟ السؤال لي يا سيدي. تفضل. نعم، الواقع أن الاتفاق أو الاجتماع في بكين كان في غاية الصراحة والشفافية، وطرحت الكثير من القضايا. أولا الاتفاقيات السابقة التي وقعت بيننا وبين المملكة العربية السعودية عام 1998، اتفاق التعاون، وهكذا الاتفاق الأمني الذي وقع في عام 2001، هذا فعل، هذا يعني أعيد إحياء هذين الاتفاقين. وهناك أيضا قضايا تتعلق بقضايا المنطقة طرحت هناك، وهناك تفاهمات كبيرة في هذا المجال، وأنا أتوقع أن هناك انفراجات كبيرة
يعني قبل ما ندخل، أنت سألت الضيف الكريم عن الشهرين، لا هذا الشهرين مش المهم، المهم أنه الآن الأجواء الإيجابية توحي يعني تأثير لها تأثير نفسي وروحي على كل القضايا، والترحيب من جميع الأطراف، يعني الأطراف حتى الصديقة لإيران والصديقة للمملكة رحبت بهذا الأمر. إذن هناك أرضية وهناك تأثير نفسي في هذا الموضوع، ولذلك سنشهد بإذن الله انفراجات على كافة هذه القضايا التي تهمنا اليوم أو تهم المملكة العربية السعودية. طيب أعود إلى جدة والأستاذ محمد السعد. يعني أستاذ محمد، يعني نفس السؤال، هذا الاتفاق ما بين الرياض وطهران هل سيؤدي إلى حلحلة الملفات بشكل أفضل، خاصة في حضور الصين؟ هل الصين ستدخل كوسيط في ملف اليمن، في الملفات الأخرى؟ هل ترى للصين دور مستقبلي أم تكتفي الصين فقط بأنهم جمعت رأسين بالحلال وانتهى الموضوع؟ تفضل. لا أعتقد أن الحصان الذي يجر عربة الشرق الأوسط اليوم هو حصان اقتصادي. يعني السياسة تراجعت يعني إلى الخلف خطوة أو خطوتين، وأصبح الاقتصاد هو الحقيقة الملف المهم في العلاقات بين الدول. وأعتقد أن الصين من خلال هذا الملف، من خلال هذا الباب، دخلت أو دلفت إلى الشرق الأوسط ووجدت المجال واسعا، وبالتالي يمكنها الحقيقة أن تتحرك في كثير من الملفات الأخرى، خاصة الملف الفلسطيني، الملف السوري، الملف اليمني، كثير من الملفات الشائكة الموجودة في الشرق الأوسط، وربما نجد الصين في الملف الليبي. لا يعني لا نستبعد، لأن الحقيقة السياسة الغربية تقول أن يعني أو هكذا المعطى، أنها تصنع الأزمة ثم تتركها لتستفيد منها أطول فترة ممكنة. يعني طيب لا تبدلها ولا أستاذ محمد فوق إذا سمحت لي، ما الذي دفع السعودية للقبول بهذا الوسيط الصيني البعيد عن أجندتها؟ هي كانت دائما قريبة الوسيط الغربي وتثق فيه. هل أن الأحداث التي مرت بها منذ عام 2011 ثبت أن هذا الوسيط الغربي ليس بذلك الصدق وليس بذلك الحياد، وأن الصين يمكن أن تلعب دور المحايد، خاصة أن الصين لديها قدرة على الضغط على إيران وإقناع إيران؟ تفضل باختصار. لا أعتقد أن الغرب بادر بحلحلة العلاقة بين السعودية وإيران، لا أعتقد، وأظن أن الغرب لا يعني لم يكن يريد ذلك، وكان يريد الانفراد بإيران لوحدها، والدليل على ذلك المفاوضات التي تمت قبل 10 سنوات خلال عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما بين طهران وبين واشنطن دون علم أحد في المنطقة. وأعتقد أن الصينيين اليوم يعني يجربون في مدى مصداقيتهم ومدى رعايتهم، وأعتقد أن الصين ستبذل أقصى درجة ممكنة من التفاعل ومحاولة إنجاح هذا الاتفاق، لأنها المرة الأولى التي تتدخل في هذا الملف، ومن المهم ألا تخسر، ومهم ألا تفشل. شكراً. يعني سينعكس إيجاباً. شكراً أستاذ محمد السعد ومحمد حسين هاشمي. نهاية حلقتنا للأسبوع، ونلتقيكم الأسبوع المقبل وحلقة جديدة من برنامج نيران صديقة.